أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية طائفة على مذهب السلف. أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهل يكفره أي أحد أم أن هذا خاص بالعلماء وأهل العلم؟ إذا كان جاهلا ولا يعرف أمور الدين فليبين له، يوضح له، فإن أصر بعد العلم والبيان فإنه يحكم بردته، ولكن يتولى هذا أهل العلم خاصين في العلم، كل واحد يتولى التكفير والحكم بالردة، ما كل واحد يتولى هذا. نعم. أهل السنة والجماعة السلفيون.